السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم دير أهلا بحضراتكم. ده يعتبر مضرب نسكافيه، يعتبر أو مضرب للسوائل أيا كانت، بيعمل استهلاك إلى البطاريات الخاصة به، وفي حالة ترك المضرب يحصل تلف في البطاريات، البطارية تجفت وخرجت السوائل الخاصة بها، مما أدى إلى تلفها بالكامل. النهارده عايزين نعمل اضافه بسيطه بحيث نشغل المضرب ده عن طريق USB، ايا كان USB، ممكن باستخدام باور بانك، ممكن باستخدام شاحن موبايل، ممكن باستخدام الفولت الخارج من اللابتوب، بحيث انت في اي مكان تقدر توصل بيه. هنفتح المضرب من الداخل، مضرب يعتبر بسيط جدا، عبارة عن موتور DC بيشتغل ب 3 فولت، اللي يعتبر شهير بموتور الألعاب الأطفال، وبتكون من زرار اون اوف والمكان أو الهولدر الخاص بالبطاريات الخاصة به، تعتبر 1.5 فولت، 1.5 فولت يعتبر 3 فولت. احنا النهاردة عاوزين نستخدم USB زي ما وضح أمام حضراتكم، بحيث نشغلها باستخدام USB. نشوف اطراف اليو اس بي، دول يعتبر 4 اطراف، الطرف الاسود الطرف السالب، الطرف الاحمر الطرف الموجب، الطرف الاخضر والابيض دول مش هنحتاجهم لان دول يعتبر خاصين بالداتا. هبقى هنفصلهم. نحاول نعمل فتحة في الهولدر الخاص بالحبارة الى الناحية الثانية. فتحة أخرى بحيث ندخل منه السلك أو الـ USB. نقوم بإدخال الكابل. عند التوصيل عايزين نعرف الأطراف الصحيحة بحيث نوصل الكابل بدون ما نغير اتجاه دوران الموتور، لان الموتور DC في حالة اختلاف الاقطاب يختلف اتجاه دوران الموتور. ده الطرف الموجب اللي يعتبر متصل بزرار اون اوف. ممكن كمان نضيف سرعة للموتور، ان يعتبر احنا مدخلين له 5 فولت، ممكن نستخدم مفتاح اخر ونضيف ديود، بحيث عند ديود بيقوم باخفاض الفولت بمقدار 7 من 10 فولت، يبقى تقدر تتحكم في سرعة الموتور، يبقى او يعتبر اضافة سرعة الموتور اخرى. يعتبر انتهينا. نركب الموتور مرة تانية. يبقى كده اي مصدر 5 فولت هيشغل معانا المضرب بدون اي مشاكل. ده شكله بعد التقفيل. ادي شاحن الموبايل، هنوصل USB. كده احنا وصلنا شاحن الموبايل بالتيار الكهربائي، هنشغل. نفصل، شغل، وبكده قدرنا نشغل المضرب باستخدام شاحن موبايل عادي، بحيث نوفر البطاريات بدل ما كل شوية نشتري بطاريات. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم دعان، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.